أعزائي المراكمين في كل بيت، أعزائي المراكمين في كل مكان، أهلا وسهلا بيكم مرة تانية. النهاردة مع بعض، بما إن الأولمبيكس شغالة أو الأولمبيك جيمز أو الأولمبيات شغالة، فحبيت إن أنا أقدم الحلقة دي بشكل تفصيلي بحيث إن كلنا نبقى فاهمين قيمة الحدث اللي شغال دلوقتي، لو كنا بنتابعه أو ما بنتابعوش وبنسمع بس أخبار عن أبطالنا اللي بيمثلوا مصر هناك. أولا، إيه الفرق ما بين الدورة والبطولة؟ يعني دورة الألعاب الأولمبية هي مش بطولة الألعاب الأولمبية، هي دورة الألعاب. يعني إيه كلمة دورة ويعني إيه كلمة بطولة؟ أول حاجة، البطولة هي بطولة في اللعبة نفسها، يعني بطولة إفريقيا في الملاكمة، أو بطولة العالم في الاسكواش، أو بطولة العالم في الملاكمة، بطولة العالم في الكاراتيه، تبقى مخصصة على اللعبة. البعثة لما بتطلع بتطلع منتخب اللعبة نفسه بيلعب البطولة بره وبيحققها وبيرجع، ملهاش أي علاقة بالألعاب التانية. دي كلمة البطولة. وكلمة الدورة هي إن بتكون دورة، يعني كل 4 سنين مرة. كل كلمة دورة معناها إن كل 4 سنين مرة، وبتختلف بقى من دورة ألعاب أولمبية، دورة ألعاب بحر متوسط، دورة ألعاب الفرانكفون، أو دورة الألعاب الإفريقية. فالدورة معناها إنها بتضم الألعاب كلها. فلما نقول الأولمبيكس هي أكبر دورة في التاريخ الرياضي كله، دورة بتتعمل كل 4 سنين مرة بتضم جميع الألعاب. والفرق بينها وبين الدورات التانية زي دورة ألعاب البحر المتوسط أو دورة ألعاب الفرانكفون إن بيبقى ليها تأهيل. يعني إيه بيبقى ليها تأهيل؟ يعني مش أي حد يلعب في الأولمبيكس، بس ممكن أي حد يلعب في دورة الألعاب الإفريقية لو المنتخب اختاره أو البلد اختارته، تقدر إن هي تخليه يمثلها في دورة الألعاب العربية، الإفريقية، الفرانكفون، البحر المتوسط وغيرها من الدورات. أما دورة الألعاب الأولمبية ما بتكونش على مزاج البلد او انها تطلع اللي هي عايزاه، لكن بيبقى ليها تأهيل، والتأهيل ده في تصنيف، وعلى حسب تصنيفك بتقدر ان انت تطلع تلعب في الاولمبيك جيمز. يعني نفهم من كده ايه؟ ان دي اكبر دورة في التاريخ الرياضي، والحاجة التانية ان مفيش حد بيلعب فيها غير لو كان رقم واحد على بلده، ومن الفئة القليلة قوي، واحد او اتنين او تلاتة على القارة بتاعته. يبقى اذا ما ينفعش احنا كناس نتخيل ان اللي بيلعب في الاولمبياد ده حد قليل. طيب، بقول الكلمه دي ليه؟ علشان انا لاحظت في الفتره الاخيره كل ابطالنا اللي بيلعبوا هناك او زمايلنا اللي كانوا بيلعبوا في الاولمبياد، ملاحظ ان السلخ شغال عليهم من النقد، من الجمهور، انه ما اداش اداء كويس، ده ما لعبش كويس، ده اصلا المفروض يروح ماشي، ده المفروض ان هو كذا، ده ضيع مش عارف ايه، الكلام ده كله. هو ما يصحش ان احنا نقول كده، لان احنا المفروض ان احنا النقد بتاعنا يبقى بناء. يعني ان احنا نقول هارد لك، ونبدأ ان احنا نطور. ازاي نطور في لعيبة هم اصلا بيعانوا من قلة الامكانيات ما بينهم وما بين بره، وما بيتلقوش الدعم المناسب اللي يقدروا يخلوهم يوصلوا للمراحل التحقيق الميداليات؟ يبقى انا المفروض دلوقتي كحد من الجمهور، لما بلاقي واحد ان هو وصل الاولمبياد، انا ما ينفعش اتعامل معاه لانه لاعب عادي. ما ينفعش اقول ان ده خساره في السفريه، ما ينفعش ان انا اقول انه ما كانش ينفع بنجلد الواد التاني، مسكه نجده بهدله عمل فيه وسوى فيه. ماشي، ما هو اللعيب التاني ده واخد دعم نفسي اولا، وده اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي، واخد دعم مادي، واخد دعم بدني وتدريبي، وصرف عليه ملايين علشان يقدر ان هو يوصل للمستوى اللي هو فيه. يبقى انت دلوقتي ما ينفعش ان احنا نطبق المقولة بتاعت الدكتور احمد زويل زي ما قال بالظبط، ما ينفعش ان احنا نكون الناس دي. انه قال لك احنا ما فيش فرق بيننا وما بين الغرب، الفرق الوحيد اللي بيننا وبينهم هم انهم بيدعموا في الفاشل لحد ما ينجح، واحنا بنحارب الناجح لحد ما يفشل. يبقى اذا انا دلوقتي كواحد او كجمهور، يبقى لازم ان انا ادعم الابطال دول، اللي كسب واللي خسر. اللي كسب اقول له الف مبروك، واللي خسر اقول له هارد لك. والمفروض ان احنا نساعد بعض عشان نتطور. ممكن الكلمة دي خلي بالكو بتبقى يعني واحنا بنلعب في الاولمبياد بتاعت لندن، كان في بعض الناس اللي بتنقد او كده، انا بالتالي لسه فاكرهم لغاية دلوقتي. خلصت الاولمبيكس وخلصت كذا وخلصت كذا وخلصت كذا، ولكن اللي نقدوا فينا وفي زمايلنا وفي كذا وكذا وكذا احنا فاكرينهم. فايه اللي انت استفدته؟ كلمتك ما غيرتش حاجه، ما قدمتش ولا اخرت في حاجه، غير انها خلتك شكلك وحش. لان ابسط حاجه تتقال للناس دي انك لو انت شايف ان ده غلط وده صح، طب ما تيجي انت تلعب،
ما تيجي انت تمثل الدولة، ما تيجي انت، كنت انت بدل ما انت قاعد على الكرسي بتاعك وبتكتب على اللابتوب او بتكتب على الموبايل، كان ممكن ان انت تشد حيلك شوية وتتمرن وتبدأ ان انت تلعب وكده. فخلينا دايما نتعود، ودي رسالتي اللي انا عايز اوجهها للجمهور، اولا هو ان احنا نقود النقد بتاعنا دايما بناء، احنا بنكمل بعض، احنا بنساعد بعض، احنا بنفرح لبعض وبنحزن لبعض، مش بننفعل على بعض، لان مفيش حد بيلعب في الاولمبيات يا جماعة جاي من بيتهم طلع على الاولمبيكس. انتوا فاهمين الموضوع ده غلط، ده بالنسبة للناس بس اللي بتنقد الناس دي. فاذا احنا الموضوع كله ان احنا بنكمل بعض، يبقى المفروض ان احنا ننقد نقد بناء، ونبقى عارفين كويس قوي ان الابطال اللي بيلعبوا في الاولمبياد دي مش حد جاي من بيتهم، ده شقي وتعب وطلع عينه وشقي سنين السنين علشان ان هو يقدر يوصل انه يتسمى انه يبقى اولمبي. ده بالنسبة للنقطة بتاعت الجمهور. وفي الدين عندنا كمان آخر نقطة، إن يعني فلتقل خيرا أو لتصمت. فكده أنا وصلت جميع النواحي من جميع الاتجاهات على حتة إن إحنا دايما النقد بتاعنا يبقى بناء، ونقدر إن إحنا نكمل بعض، ونقدر إن إحنا نساعد في التطوير دايما. الكلمة الطيبة صدقة، فنقدر إن إحنا نقول لبطل من الأبطال اللي خسروا هناك في الأولمبياد، شد حيلك، اللي جاي هيبقى أفضل، أنت قدامك لسه فرص تانية، أنت ممكن تطور أحسن وأحسن، أنت بكل مدى كل ما بتزداد خبرة. فده الكلام اللي نقدر بيه إن إحنا نطور نفسنا، ونقدر إن إحنا نوصل لأماكن، ونقدر إن إحنا نعمل مجهود ما نبقاش تحت ضغط. لانه انتوا مش متخيلين اللاعب وهو بيلعب بيبقى عامل ازاي، اللاعب بيبقى مهزوز من جوه. وده النقطة اللي انا عايز اتكلم فيها بعد كده. النقطة التانية اللي انا عايز اتكلم فيها اللي هي حتة اعداد اللاعبين صح. لازم اللاعبين دول يعدوا صح، مش بس تمرين، ده اعداد نفسي اولا وثانيا وثالثا ورابعا وخامسا، نفسي بس، وبعديها الإعداد البدني بيبقى كده كده شغال بمستويات معينة وبأحمال معينة وبتدرجات معينة. الموضوع النفسي بيفرق جدا مع اللاعب. انت ممكن تلاقي اللاعب بتاعنا ممكن انه يجيب ذهب بس جاب برونز. يعني مثلا لما جينا نتكلم على ماتش هداية، البطلة الأولمبية بتاعتنا في التايكوندو، هي جابت برونزية وخسرت في الماتش اللي هو اللي خسرته، خسرت على فرق نقطة. يعني انت متخيل ان هو ازاي ان احنا ممكن ان احنا كنا نجيب ده بكل سهولة لو كنا مركزين اكتر، او لو كنا مش تحت ضغط. هي ربنا يكون في عونها، دي جابت الميدالية وهي تحت ضغط رهيب، وده اللي بيسببه التوتر وعدم الاعداد النفسي الصح علشان اقدر ان انا اوصل. هما ليه بره بيجيبوا كميات ميداليات مهوله وجمباز وملاكمه ومصارعه؟ روسيا مثلا، تلاقي لو بصيت على جدول الميداليات دلوقتي تلاقي ان الميداليات بتاعت روسيا وامريكا والصين والمانيا والحاجات دي كبيره، وتيجي تبص مثلا على الدول العربيه تلاقي واحده اتنين تلاته، والتانيه بال30 وال40 ميداليه لغايه دلوقتي، واحنا لسه في اليوم السادس ولا السابع. فاللي بيخليهم كده هو سيكولوجيه المكسب. هم اتعودوا وشافوا الاجيال اللي قبليهم وشافوا نفسهم وشافوا زمايلهم، خلاص الميداليات شغاله عماله تيجي، هنا جابوا كام وهنا جابوا برونز وهنا مش عارفين يعدوهم. فهم بيتعودوا انه عادي انا واحد من ضمن الكبار دول، فده في حد ذاته اعداد نفسي تلقائي. ده غير ان هم اصلا السايكولوجي دكتورز اللي بيبقوا معاهم اللي هم متخصصين للاعداد النفسي للرياضيين، وازاي ان هم يخلوهم في احسن مستوى واحسن اداء. ان هو بيلعب هو عارف ان اللي بيلعبه قدامه ده مهما كان جامد هيكسره، هيقطع رقبته، هيقدر ان هو يكسبه بكل بساطة. يعني الموضوع نفسي، يعني انت لو اتأهلت نفسيا كلاعب مصري واهتموا بالناحية النفسية اولا، هتفرق معاك جدا. لان الثقة وانت بتلعب، حتى لو انت بتلعب بطل عالم انت ممكن تكسبه بالثقة. فالناس دي اتعودت ان الميداليه بتيجي بسهوله معاهم، وزمايلي في الالعاب التانية بيجيبوا ميداليات اهو، فانا واحد من ضمن الفئه. ان احنا بنوصل ان عندنا يعني واحد زي مثلا عبد العزيز اللي هو بتاع الرمايه، او حد زي دينا مشرف في التنس الطاوله، او غيرهم وغيرهم من الابطال اللي كان متوقع ليهم ان هم يوصلوا كده. يعني واحد زي عبد العزيز مثلا اللي هو بتاع الرمايه يجيب 100 من 100 في الاطباق، ويجي على ال 15 اللي هو هيجي هينقلوه للدوره اللي بعد كده يجيب 12 من 15 او 13 من 15، يضيع الطبقين. انت متخيل؟ يعني 100 من 100 او مش عارف كان 120 حاجه ارقام كده. يعني انت جبت 100 طبق من 100 طبق، وجيت في ال 15 اللي هم ولا حاجه بقى تعمل فيهم كده. ده مش هنقدر نقول عليه حاجه غير ان هو التوتر.
هو متوتر خلاص دخل على المرحله الاخيره، انا خلاص هبقى في الجوله الاخيره، انا خلاص هوصل للنهائيات، انا خلاص. هو سيكولوجيه الفوز عنده فيها مشكله بسبب انه ما تعدش نفسي صح. يعني ممكن يكون عنده الامكانيات اللي تجيب اول عالم وعنده الامكانيات، واحنا شفنا كتير من الناس اللي هم يقول لك ده مصنف رابع على العالم، ده مصنف ثالث على العالم، ده احنا ده هيجيب ميداليه، تخش تلاقي خسر من دور ال 16، ايه الزفت اللي انت بتلعبه ده؟ ايه كذا ايه كذا؟ هو ما ينفعش كده، انت ما انتش حاسس ايه اللي عليه؟ هو عليه لود ابن لذينه قوي جدا، يعني مخليه ان هو في دنيا تانية وهو بيلعب، هو مش حاسس، هو تلاقيه ما لعبش بربع امكانياته، وده بسبب ايه؟ بسبب ان هو ما تعدش نفسيا، اتحط تحت ضغط، خلي بالك العين عليك، الدنيا عليك، الدنيا كلها شايفاك، خلي بالك انت لو خسرت هيطلع عينك، انت لو مش عارف ايه، بيخش ما بيعرفش يلعب، خش هو داخل خسران من قبل ما يلعب، لانه ما تعدش نفسيا ان هو يستحق الميداليه دي، لان هو بذل مجهود كبير وهو انسان يعني يستحق الميداليه دي. الميدالية دي قليلة عليه، يعني هو يستحق أكتر منها كمان، وهي ميدالية عادية هتيجي زي ما جاب اللي قبل كده، وزي ما جاب أفريقيا، وزي ما جاب البحر المتوسط، وزي، بس اللود والحمل العصبي بيضيع الدنيا. فإحنا لازم في رأيي الشخصي من وجهة نظري اللي أنا بتكلم فيها في الحلقة دي، إن لازم يكون في إعداد بدني إعداد نفسي للفرق القومية كلها. ده بره قصة الإعداد البدني لسه، هو إعداد نفسي لكل الناس اللي راحة في محاضرات كده مخصصة للإعداد الرياضي. الاعداد الرياضي للبطولات الكبيره، ده اول حاجه اللي هي في الاعدادات، الاعداد النفسي. بعد كده موضوع الاعداد البدني، يا جماعه يا جماعه والله والله ما ينفع ان انا اعمل معسكر اسبوعين واطلع على اولمبياد، او ان انا اعمل معسكر 20 يوم واطلع على اولمبياد زي ما حصل معانا ده. انا يعني لو بلعب بطوله شركات محليه هستعد لها شهرين ولا حاجه قبل البطوله. ما ينفعش ان انا اقول ان انا بستعد لبطوله عالميه او بطوله اكبر بطوله او اكبر صرح رياضي في التاريخ، تاريخ الرياضي كله، واقول ان انا عسكر قبلها ب 20 يوم ولا حتى بشهر قبلها في حته. انا ده لازم لها يعني اعداد مكثف ومرحله مبنيه بالورقه والقلم، خطه تدريبيه مطوره من اول ما تخلص الاولمبياد دي بتاعت طوكيو، بيتحضر دلوقتي الخطه بتاعت 2024 اللي هي في باريس. يبقى لازم ان انا اعرف ازاي باخد المراحل دي والبطولات القاريه والعالميه اللي في النص والاعداد المعسكرات اللي في النص، امال انا هطلع بطل اولمبي ازاي؟ الناس كلها تشتغل بره كده بالورقه والقلم. يبقى رقم واحد ان انا اعده انه يستحق ميداليه اولمبيه، تاني حاجه ان انا اعده بدنيا على مستوى الميداليه الاولمبيه، ما خلوهوش ان هو يبقى عنده الحمل ضعيف او انه نفسه ما بيكملش او ان هو السرعه بتاعته بطيئه او كذا او كذا او كذا. ده بناء على المعسكرات. انت لما بتتحط في معسكر في وسط الدول الكبيره في اللعبه، انت بتكتسب ثقه مش طبيعيه، بتحس ان انت من الكبار. فلما بتروح البطولات ولو ما كانتش اولمبيه تحتيها بمرحله زي بحر متوسط ولا افريقيا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، انت بتكتسح وبتجيب ميداليات قويه جدا، لان انت قدرت ان انت تتحط وسط الكبار، فانتميت ليهم، فمستواك نفسي وبدني بقوا في السماء، فانت خلاص حسيت ان انت واحد من الكبار. دي السيكولوجيه اللي بيلعبوا بيها بره، يعني دي السيكولوجيه اللي بيلعبوا بيها بره. هم روسيا مثلا او امريكا، احنا احسن ناس في السباحه مثلا، عندنا مايكل فيليبس او عندنا كذا او عندنا كذا وتقى. فتلاقي وراهم على طول طالع اجيال وراهم في السباحه، انما احنا عندنا لما بتيجي الميداليه الاولمبيه بتبقى طفره، بتبقى طفره. يعني ميداليه كرم جابر اللي هي الذهب، مصر ما كانتش جابت ذهب قبلها ب 50 سنة، يعني ما بين كرم جابر واللي قبله كان 50 سنة. انت متخيل كام جيل، كام جيل في النص نسي ان هو اصلا بيجيب ميداليات، او ان احنا نستحق ميداليات. احنا ما بنجيبش ميداليات، احنا بنوصل بس للمستوى ده، بس ما بنعملش حاجة اكتر من كده. ده مستوى احنا اقصى حاجة ان احنا نوصل لكده، ما بنجيبش ميداليات. فلازم دايما ان احنا نحس اولا ان احنا نستحق الميدالية الاولمبية، بنزرعها في اللاعب، وبعدين بعد كده بنعده الاعداد البدني اللي يخليه واقف عارف يشتغل ازاي مع المنافس اللي قدامه في اي رياضه. انا بتكلم على الرياضات كلها دلوقتي، ما بتكلمش على البوكسنج بس. فنقدر ان احنا نقف الند بالند ونعمل، وبالتالي بان الاعداد البدني برضو بالنسبه للناس اللي لعبت في السلاح من الناس اللي لعبت في العاب تانية بدون ذكر اسمها، بان ان المستوى، ان السلاح لما وصل انه خامس كان غالب مين وخسر من مين بالثانيه، وقد ايه ان هو كان كذا وكان ممكن انه يكسب ولولا القرعه. في عوامل خارجيه بس كان الاعداد البدني صح. يبقى كانت المشكله هنا في الاعداد النفسي، كان ممكن ان هم لو معدين نفسيا صح كان ممكن كسروا الدنيا وغلبوا بطل العالم واللي يجيب ده كمان. يبقى لازم ان احنا نظبط الناحية النفسية والناحية البدنية. وحاجة بعد كده مهمة جدا هو الدعم المادي للرياضي، الرياضيين في مصر في الألعاب الفردية اللي هي بتحقق الميداليات الأولمبية ما بياخدوش حقهم
1/10 من اللي بياخدوه بتوع الكوره، مع انهم هم اللي بيجيبوا الميداليات والاثبات لحد دلوقتي. هو ان هدايا والبطل التاني بتاع التايكوندو هم اللي جايبين الميداليات لغايه دلوقتي. ودول العاب فرديه في التايكوندو. فاذا الالعاب الفرديه لازم تتوازى شويه بالكوره في بلدنا، لازم ان احنا نهتم بيها وفي البلاد العربيه عامه كمان. بره في طبعا الاهتمام بالكوره كويس جدا، بس في المقابل في اهتمام بالالعاب الفرديه برضه. البرازيل زي ما هي مشاركه وبتجيب بطولات عالم في الكوره، هي برضو عندها ابطال اولمبيين في الالعاب الفرديه. نفس الكلام اليابان وغيرها، والمانيا واستراليا وكندا، كل الدول زي ما مهتميه بالكوره في اهتمام بالنواحي التانية. احنا عندنا لا، احنا عندنا خلاص هي كوره والباقي في الكنافه، مش حدش بيشوف ومحدش اصلا بيتابعهم. هو بالصدفه اللي متابع صفحه رياضيه عن الالعاب الفرديه او اللي متابع الاولمبياد هو ده اللي بياخد باله من المواضيع دي كلها. اما غير كده فهو مش شايف الالعاب الفرديه ان هي بتقدر انها توصل او انها تجذب انتباهه زي الكوره. فاحنا لازم يبقى عندنا دعم وتقويه ونقدر ان احنا نهتم بالناس دي نفسيا وبدنيا وماليا. لازم ان هم يلاقوا دعم مادي، لازم يحسوا ان هم ان هي جايبه همها بالنسبه لهم، مش بيلعب بس كده لله وللوطن وفي الاخر بيلاقي نفسه بعد ما خلص مهمته بقى في الشارع كده، لا متامن عليه ولا ان هو بياخد حقوقه ولا ان هو عارف انه يعيش ولا كذا ولا كذا ولا كذا. ما ينفعش يعني، ما ينفعش. هم بره في تكافل وفي ان هم يقدروا يدعموا الرياضي وبيأملوا له مستقبله، فبيقدر ان هو يدي، يقدر ان هو يتفرغ للعب، يقدر ان هو يعيش حياته على اللعب. انما احنا عندنا هنا ايه في المنتخب ايه ولا ايه في البداية، انت عامل باليوميه كانك عامل باليوميه في لحظه بتاع المنتخب يقول لك انت مش جاي مزاجي مع السلامه خلاص كده انت في الشارع. فانت لا عقد بيربطك بيه ولا تمويل ولا كذا ولا كذا ولا كذا. انت كانك عامل باليوميه بالظبط، انت موجود في المنتخب بتمثل الدوله بتعمل كل حاجه زي الفل، في لحظه انا مش عايزك معايا في المنتخب، اتفضل مع السلامه، بس تاخد شنطتك وتروح بكل بساطة. أبسط كلمة، خد شنطتك وراه. فما ينفعش إن إحنا نعامل الأبطال بالشكل ده، وما ينفعش الناس كده مش حاسة بالأمان. فإزاي متوقع من واحد بيتقال له خد شنطتك وروح في لحظة من اللحظات إن هو يجيب لك ميدالية أولمبية؟ يعني إزاي؟ أنت عاقلها إزاي؟ فإحنا كجمهور نرجع تاني لنقطة الجمهور، إن أنتوا اعذروا الناس دي، الناس دي أصلاً ضيع حياتها في الرياضة وبذل مجهودها في الرياضة، فيشكروا أصلاً إن هم وصلوا للمرحلة الأولمبية، لأن مفيش حد من بيتهم بيقدر يوصل ليها. ده كفاح، ده أنت إن اسمك يتقال عليه الأولمبي ده، دي في حد ذاتها كفاح، كفاح وبطولات ومرمطة وخبرة وسنين وشقى وتعب وتكسير وبهدلة وحرمان من أكل وحرمان من شرب وتمرين بالليل وتمرين بالنهار ومرمطة وضرب وكل حاجة. أنت كل ده بتمر بيه في مراحل إنك توصل بس إن أنت تتكتب في السجل الأولمبي، ما بالك بقى علشان تقدر تجيب ميدالية كمان. أنت محتاج إيه؟ أنت محتاج إنك تحس بالأمان، تحس بالانتماء، تحس بالدعم، تحس بكذا وكذا وكذا. مش أسبوعين قبل الأولمبياد في حتة وتطلع منها، أسبوعين دول إيه ده؟ أنت لو طلعت إجازة العيد كانوا واخدينها 10 أيام. أنت بتتكلم في إيه؟ فلازم إن إحنا نوفر العوامل بتاعة الفوز عشان نستحق الفوز. لازم توفر العوامل بتاعة الفوز علشان تستحق الفوز، الدعم النفسي والدعم البدني اللي هو الصرف على المعسكرات والإعداد الصح من الناحية البدنية، وإن أنت تقدر إن أنت تدعم ناحية مادية عشان يتأمن للرياضي المستقبل بتاعه، الرياضي اللي بيمثل الأولمبياد ده أو اللي بيمثل البلد في الأولمبياد ده يستحق إن هو يتأمن ماديًا ويحس بالاستقرار المادي عشان يحس بالمسؤولية الكبيرة اللي عليه. وإن أنت تكون دايمًا دعمه، دعم كلمة الدعم مفتوحة، الدعم ولو بكلمة طيبة، الدعم ولو بتقدير، الدعم ولو بأي حاجة، بأي حاجة تقدر إن أنت تكبره فيها علشان يقدر إن هو يحس إن هو فعلا كبير ويقدر إن هو يوازي الناس الكبيرة في الألعاب بتاعته. لأن أنت علشان تلاعب واحد زي إحنا عندنا في البوكسنج مثلا روسيا، أوكرانيا، كوبا، كازاخستان، عائلة التان دي كلها، أوزبكستان، أذربيجان، كذا كذا كذا، عندنا دول فطاحل اللعبة. فانت عشان تكسب حد منهم لازم تكون عارف من جواك ان انت تستحق ان انت تبقى حد منهم او ان انت موازي للناس دي، فانت واحد من دول. لان انت لما بتيجي تلعب قدامهم بتبقى انت بتحس انك بتلاعب ملوك اللعبه وان انت مش قدهم في الكلام ده كله. طب انت بترسخ جواك ده ايه؟ بناء على اللي انت شايفه في نفسك، انا ما تاهلتش زي ما ده تاهل، انا ما عملتش معسكرات زي ما ده عمل، انا كذا انا كذا انا كذا، فانا ما استحقش ان اجيب الميداليه اللي هو بيجيبها. فلازم دايما الناس كلها تكون فاهمة ان الراجل ده بيعاني وبيتعب جدا علشان انه يقدر انه يمثل البلد دي في الاولمبيكس،
فلازم ان احنا نكون في ظهره ونشجعه، وشوفه بعد كده لو اتحقق عوامل المكسب او عوامل الفوز اللي هي الدعم النفسي والدعم التأهيل الاعداد البدني والدعم المالي والكلام ده كله، شوفوا عدوا بعد كده. مش هتعرفوا تعدوا الميداليات، انتوا مش هتعرفوا تعدوا الميداليات، بس الثلاث عوامل الاساسية دي، وفي عوامل تحت صغيرة ممكن اكون ما ذكرتهاش لان انا عندي اساسيات بتكلم فيها، دي اهم ثلاث عوامل للنجاح. فشوفوا بعديها عدد الميداليات اللي ممكن تجيبها مصر، هتبدأ تتلخبط فيهم، احنا جبنا 8 ولا 10 المرة دي، احنا جبنا 12 ميدالية، ولا بدل ما احنا بنجيب واحدة اتنين تلاتة، واحدة اتنين وساعات ما نجيبش. فإذا لازم نعيد حساباتنا تاني من جميع الأطراف، سواء كنا جمهور أو كنا اتحادات أو كنا وزارة أو كنا لاعبين، لأن احنا نستحق ان احنا نكون في مكانة تانية، لأن مصر دولة كبيرة وعريقة ولينا تاريخنا في الرياضات كلها، وحتى الرياضات اللي مش مسجلة أولمبية أو اللي لسه متسجلة جديد زي مثلا الاسكواش مش مسجل أولمبي، احنا أبطال العالم فيه، والكاراتيه اللي لسه داخل جديد احنا أبطال العالم فيه برضو. وأنا متفائل إن شاء الله في 4 لاعبين اللي هما الاتنين الولد والبنت بتوع الكاراتيه اللي هي جيانا ومش فاكر التاني مين بتاع الكاراتيه، متنبئين لهم ان شاء الله بميداليه، ان شاء الله يقدروا يشرفوا نفسهم ويشرفوا بلدهم، وفي نفس الوقت كيشو في المصارعه وسمر حمزه في المصارعه برضو، وممكن يجي طفره بقى، يعني دول اللي عليهم العين بناء على ترتيباتهم، ولكن ممكن الناس تطلع طفره ان هي ممكن تجيب ميداليات تانية. فاحنا نتمنى الخير لكل الرياضيين، انا راجل اولمبي فعارف يعني ايه اولمبيات، حبيت اعرف الناس بيها وافهمهم يعني ايه البطوله دي تقيله وما فيهاش محسوبيه وما فيهاش يعني انك ممكن تطلع مجامله، مستحيل تطلع في الاولمبيات مجامله، كل الفكره ان الابطال اللي بيخسروا دول هناك هم بيخسروا لانهم مش مؤهلين نفسيا، ما عندهمش سيكولوجيه الفوز، وده مش ضعف منهم ولا ليهم علاقه بالموضوع ده، هم مظلومين، هم المفروض يلاقوا ده من الدوله انها تعمل لهم محاضرات نفسيه من دكاتره كبار علشان يقدروا انهم يأهلوهم نفسيا، وفي نفس الوقت ان هم يتأهلوا اعداد بدني مظبوط، مش على حسب كيف الاتحادات ان هي تطلع مره هنا ولا ما نطلعش، طب نعمل ما نعملش، لا ده في خطه منظمه وماشيين عليها من نهايه الاولمبياد بتاع طوكيو ولاعداد اولمبياد باريس 2024. فنتمنى، انا حبيت بس اوصل الرساله دي للناس، الجمهور بتاعي اللي على الصفحه والناس اللي متابعه البوكسنج وبتتدرب معانا او انهم بيتابعونا في الاخبار بتاعتنا، حبيت اوصل الرساله دي واقول لهم ان الاولمبيك جيمز دي حاجه كبيره جدا في تاريخ اي رياضي وقيمتها ايه بالنسبه للرياضي، واتمنى لكل الابطال الصاعدين واللي عندهم فيجن وحلم يقدروا انهم لازم يحددوا هدف ليهم، لان الحلم من غير هدف ما ينفعش، لازم تحط لنفسك هدف قصير وقريب وبعيد علشان تقدر توصل لحلمك في الآخر اللي هي الميدالية الأولمبية بإذن الله، ودي هتبقى يعني تاريخك الرياضي اتعلم بحجر وترسم في الحجر بإذن الله. أشوفكم على خير في حلقة جديدة إن شاء الله.